هو ايه اللي بيحصل ده؟ قصدك ايه؟ لا اصل يشوفك دلوقتي يقول ان انتي قاعدة على الكتاب 24 ساعة وبتطلعي من الاوائل يعني. وده يزعل؟ لا طبعا ما يزعلش، ده طول حياتي بتمناه. بس هو من امتى؟ من هنا وروح. انا بحب التعليم. بس يا ريت بقى نفضل محافظين على كده. ازيك يا شمس؟ هاي، الحمد لله. عامله ايه النهارده؟ الحمد لله. هنذاكر بقى. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ بتمنى بس يكون العنوان سهل وعرفت تجيبه بسرعه. لا ده سهل خالص الحمد لله. طيب تمام، اتفضل. ماشي.